لا تزال حالات الوفاة بسبب الجوع والحصار المفروض على بلدة مضايا بريف دمشق مستمرة، حيث توفي يوم أمس رجل وامرأة بعد تدهور حالتهما الصحية، كما لقي شاب حتفه اليوم إثر نقص الرعاية الطبية وسوء التغذية الناجمين عن حصار قوات النظام وحزب الله اللبناني. ومع وفاة الشاب اليوم يرتفع عدد وفيات مضايا منذ دخول المساعدات الأممية الأسبوع الماضي إليها إلى 14، حيث أكد الأهالي إلى أن دخول المساعدات لم يساعدهم كثيرا لأن النظام شدد حصاره بعد دخول المساعدات، مطالبين بفتح الطريق المؤدي لمضايا الذي كان المتنفس الوحيد لأهاليها قبل أن يعمد النظام لإغلاقه إثر فشل مفاوضات الهدنة مع المقاتلين. معنا مباشرة عبر الهاتف من مضايا دكتور محمد يوسف، مدير الهيئة الطبية في المستشفى الميداني في مضايا. دكتور محمد مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا مضايا تموت جوعا وحصارا حتى بعد دخول المساعدات إليها، كيف تصف لنا الوضع من الداخل؟ كيف تصف لنا المستشفيات الميدانية في الداخل؟ مساء الخير لك أختي وللجميع. مضايا الآن تسترجع أيام الكارثة والمجاعة، ولكن مع موجة صقيع شديدة في الفعالية وانعدام اي نوع من انواع التدفئه. وتوافر الينا الى المستشفى الميداني حوالي 45 حاله انفلونزا البرد خاصه عند الاطفال والمسنين. من لحظه دخول المساعدات الغذائيه الى الان تم وفاه حوالي 13 شخص، واليوم تحديدا وفاه شخصين، محمد علي الناموس والاخت خوله خزعه من الزغداني. يعني الحصيلة الأخيرة هي 16 حالة. نعم 16 شخصا الحصيلة الأخيرة. نعم، من لحظة دخول المساعدات من حوالي 10 أيام إلى الآن 13 شخص. طيب المساعدات دخلت ولكن لم تكن كافية، ورغم دخولها إلا أن الحالات الوفيات حالات سوء التغذية هي في ازدياد إلى حد الآن. ماذا تحتاجون؟ ما هي ربما الحاجات أو المساعدات التي يجب أن تدخل بشكل طارئ بحسب الأولوية؟ المنطقة الآن دخلت في موجة شقيعة عالية جدا، الآن درجة الحرارة ناقص 10 تحت الصفر، لا يوجد حطب، لا يوجد مازوت للتدفئة، ربما هذه الليلة نشاهد حالات وفاة من البرد لعدم دخول أي نوع من أنواع المواد للتدفئة إلى المنطقة المحاصرة. هذا الجانب التدفئة. الجانب الطبي نفتقر إلى المعدات والأجهزة الطبية، ونفتقر أيضا لاختصاصات الأطباء، لا يوجد لدينا جراحة عامة ولا جراحة باطنية ولا طبيب أطفال ولا أي نوع من أنواع، نحن عبارة عن أطباء مسعفين وليس لدينا الإمكانية لعمل أي عمل جراحي ضخم. ونعاني ايضا من نقص الادويه لاصحاب الامراض المزمنه، امراض السكر والضغط والامراض القلبيه، ايضا نعاني من هذه المشاكل. نعم يا اختي. طيب المساعدات دخلت لكنها غير كافيه الى حد الان، اذا ما تحدثنا عن حجم المساعدات التي انتم بالحاجه اليها مع كل ما ذكرته قبل قليل، يعني هل ربما نفس الشحنات التي دخلت ام يجب ان تضاعف او ان تكون كميه المساعدات بشكل اكبر؟ يا اختي، منذ بدايه الشهر السابع 2015 الى الان لم يتذوق السكان داخل مضايا اي حبه خضار او حبه فواكه او لحم اغنام او حليب ابقار او تمر او سمك او لحم دجاج. المواد الغذائيه التي دخلت فقيره جدا بمتطلبات الجسم الغذائيه نتيجه فقر الفيتامينات الموجوده في الخضار والبروتين الحيواني الموجود في اللحوم. اصبح لدينا سوء امتصاص وسوء تغذيه شديد جدا عند الاطفال وعند المسنين وعند النساء الحوامل. النساء الحوامل من فقر المواد الغذائيه اصبحت تلد بعمليات قيصريه لانقاذ حياه الام والجنين معا. نحن لا نحتاج مساعدات كل شهر، مساعدة كيلو رز أو كيلو برغل لا يكفي سد رمق إنسان جائع. نحن نريد فك الحصار وفتح المعابر الرئيسية إلى دمشق وإخراج المرضى. لدي حوالي 500 حالة مرضية بحاجة إلى مشافي خاصة وكوادر خاصة وأجهزة طبية خاصة لعلاجهم. اليوم منذ بداية الحصار إلى الآن، منذ دخول المساعدة إلى الآن 13 حالة وفاة بمعدل حالة أو حالتين يوميا عندي وفاة نتيجة الفقر الطبي أو المعاينات الاختصاصية بهالمسألة هذه. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. معنا الدكتور محمد يوسف مدير الهيئة الطبية في المستشفى الميداني في مضايا، كنت معنا عبر الهاتف من هناك.